صباح الخير، صباح البركة أحبائي، أهلا وسهلا بكم وفقرة الأبراج لهذا اليوم. يعني أتمنى أنه يكون نهاركم مليء بالبركة الإلهية والصحة والشفاء إن شاء الله، ضمن أجواء البرد هذه اللي تتعبنا. إن شاء الله يا ربي تكون مليئة بالخير. تحياتي وسلامي لكم، وكذلك تحياتي وسلامي لكل زملائي في كادر قناة الرشيد، أهلا وسهلا بكم. طبعا القمر اليوم ما زال موجود في برج الجوزاء، لكن بكرة الجمعة رح ينتقل إلى برج السرطان المائي، فهذه فترة انتقال، انتقال قمري. طيب هل يوجد انتقال آخر بالكواكب؟ ماكو هذه الفترة انتقالة بالكواكب، غير فقط أنه دا تدخل أو دا تتوغل بدرجات معينة في الأبراج. هذا فتشي يومية يحدث، واللي غير الخارطة الفلكية هو يعني اختلاف موقع برج كوكب، وكذلك حركة القمر وانسجامها مع الشمس. بهذا اليوم تعتبر فترة انتقالة، انتقالة القمر من الجوزاء إلى برج السرطان المائي، فإلى هذا ينصح لمجاميع برج السرطان بعدم البدء بشيء جديد في هذه الفترة، وكذلك مجاميع الحمل الناري والجدي ومجاميع الميزان. راح تبدون تشعرون بشيء من يعني التناقص الطاقي، سواء كانت الطاقة الجسمانية العامة أو الطاقة يعني شلون نقول الإيجابية بصورة عامة. تبدون تشعرون بتضايق بلا سبب، يعني ليش؟ لأنه القمر بحال اكتمال، فهذه الفترة تبدأ من الانتقال إلى غاية الاستقرار ثم الانتقال الثاني. راح يكون القمر في برج السرطان يوم 13-12، ينتقل إلى برج الأسد يوم 15 من هذا الشهر. نرقب بعد تحرك الزهرة إلى برج الدلو يوم 20، فيوم إذا الله راد يوم 18 نتحدث عن انتقالة الزهرة إلى الدلو وفوائدها وتغيير الخارطة الفلكية، لأنه هذه السنة تتعب الفلكيين بأنه كل فترة تخليهم يتوقعون جديد، يتوقعون جديد، يتوقعون جديد، فلآخر فترة أكو تحركات. إن شاء الله نرفدكم بكل ما هو جديد بإذن الله. فهذه الفترة تعتبر بالنسبة لهذه الأبراج، يدخل برج السرطان القمر، يبقى بس هذا اليوم لغاية دخول القمر إليكم أحبائي، فترة لا تصلح للبدء بشيء جديد. ننتبه إلى وضعنا الصحي، إلى وضعنا الطاقي، عدم الدخول في أمور جديدة، ماكو داعي. ليش؟ لأنه ما راح تلاقي النجاح، أو يصيبها التعطيل، أو يصيبها يعني والتعطيل أو شيء اعتيادي. إحنا لما نروح نريد نقضي شغلة نريد نخلصها، من نتعطل هذا راح ينعكس على نفسيتنا، وتعال روح مرة ثانية وسوي الشيء مرة أخرى، فما له داعي لما يدخل القمر إلى برجكم، خصوصا وأن هناك جمهرة كواكب موجودة في برج الجدي اللي هم زحل وبلوتو والزهرة والمشتري، فهذا دا يمنع. هذه الفترة ضرورية لأنه تكون فترة تخطيط لما سنفعله في يوم 15 بالشهر. هذا كلامي للأبراج اللي ممكن تكون متأثرة من هذا التواجد القمري، اللي هم الحمل، السرطان، الجدي، وكذلك الميزان. تأتي الآن الدرجة المستفيدة من هذا التواجد القمري لغاية بكرة، لأنه إحنا بكرة ما راح نكون وياكم، إن شاء الله راح يكون عطلة وجمعة مباركة يا ربي للجميع نطلبها. الأبراج اللي راح تكون مستفيدة هي مجاميع الحوت ومجاميع العقرب ثم مجاميع الجوزاء والثور، إضافة إلى مجاميع العذراء. هذول راح يكونون مستفيدين منا إلى يوم 15 بالشهر، فهذه الفترة جد إيجابية. يعني حتى إذا ما قدرنا نبادر بأعمال، لأنه دا يصادف يعني عطلة جمعة على سبت يعني، لكن إحنا دا نستقطب طاقة إيجابية. إحنا صح قاعدين بالبيت، لكن أكو
طاقة إيجابية ممكن مع أجواء الأسرة، مع الأهل، مع الناس، حل المشاكل أو تمشية أمر لآخرين، أو ممكن كذلك اللي عنده مراحل نهائية لفد نزلة بردية تدخل إلى الجسم ففترة للاستشفاء من عندها، فيعني الحمد لله هي إيجابية. استقبل فيان، تفضلي. صباح الخير. صباح النور ست حياتي، شلونك؟ أهلا أهلا بنتي، أهلا وسهلا. أهلا فيان، قلبي. تعرفين يعني شنو معناتي فيان؟ معناته أكو إلى اسم جبل، معنى ثاني إلى يمكن حب. بالضبط بالضبط، المحبة. اليوم المحبة كلها خابرتني أنا. لا سعيدة بسماع صوتك حبيبتي كل الهلا. أهلا بيك بنتي. تسلمين قلبي. ست حياتي، عندي ابني مصطفى، الله يحفظه. الله يسلمي حياتي. هو برج 12/11/2000. يا مسألة الدراسة ومستقبله، إذا ما استزحم عليك. الدراسة مستقبل، أوكي حبيبتي. وبالنسبة لكبارك همين 6/9/1999. نعم. وبالنسبة لبنت الله همين 2004/13/11. يعني هاي يومية تسوين عيد ميلاد الواحد؟ اي لا، مرات اجمعهم يوم ورا يوم حبيبي. هاي كل يوم تسوين كيكة الواحد؟ كل شهر اسوينهم. الله يحفظهم ان شاء الله يا رب. الله يخليك حياتي. الله يخليك حياتي. ولو ادوخك وياي. نعم. بالنسبه لمصطفى كان 12/10 قلت لك، مو صحيح؟ 12/11. لا 10/10 مو دا اقول يوم واحد ويوم ورا واحد. لا لا ليش دا اقول لك؟ ايه 12/10 مصطفى. اوكي اوكي، إيه هذا ميزان، هذا عقرب. يعني الأب من دخل على الموضوع، أنا أوفيني لو بعد كيفك ما أعرف. بالنسبة للأب 2/1/1973. اوكي. يا الله. اوكي حبيبتي. ما دوخت فيها إلية؟ اوكي لا حبيبتي، شلون؟ شلون؟ 28/7/1980. 1900 وتدللين. حبيبي هاي شلون انتظرك؟ اني مثل انا اللي اقدر على اليوتيوب، لان كهرباء ما عندي حاليا. اوكي اوكي حبيبتي. اوكي اهم شيء بالنسبه لمصطفى يعني على دراسته ومستقبله قلبي. اوكي حبيبتي، حاضر. تدللين تدللين. تحياتي لك وللاسره الكريمه. تفضلي شيماء. السلام عليكم. اهلا اهلا بنتي، شلونك؟ مية هلا يا قلبي، اهلا بيك. اهلا وسهلا. اشتاقت لك هواش، قد اتصل بك وما قاعده احصل. يا عمري كل الهلا بيك، كل الهلا عيني. انا مواليد 2/2/1980. نعم نعم. اي هو يعني صار لي هواي ما عندي خلفه، واقول يعني هالسنه اخو يعني. الشريك شنو تاريخ ولادته؟ زوجي 1979/3/4. 3/4 يعني مو أبراج متجاورة. أي. أوكي فهمت، ماشي يا حبيبتي. أوكي شيماوي، خلي أبدي أجاوب الأخوة والأخوات اللي اتصلوا بي، وهم كلهم خوات. المهم عندي كانت أم ليث قالت أني 21/9 قلت بين البرجين، و 31/3 هذا مولود برج الحمل، وهذا أمام توفيق ونجاح. سنة 2020 هناك يعني أوقات بالسنة راح تساعده كثيرا في النجاح الباهر، فإن شاء الله ربي يحفظه. أمونة تقول أني 96 أريد أعرف برجي. حبيبتي بالبيئة الأبراج إحنا نحاول نطلع البرج المكافئ من البرج الصيني، الأبراج الصينية تنطي فد شسمه فد يعني لائحة ويطلع لها البرج المكافئ. فأنتي على السنة، على السنة 96 طلع البرج المكافئ بالنسبة إليك هو برج العذراء. برج العذراء
هذا هو البرج اللي ممكن انه يكون على البرج المكافئ. بس اكو عمليات حسابيه انا راح ادقق بيها بسنه 96 لازم افتحها من الاجندات يعني مالي الموجوده. ايضا اتاكد ليش، لانه في تلك الفتره اشتغلت على هالمسائل. بس هي هذه هسه كبرج مكافئ العذراء، هل يا ترى انه راح يكون ذلك؟ فايضا هسه هو مبدئيا العذراء، لكن اريد اتاكد اكثر بعد ما استخرج الاجنده، وباكر عندي يعني تدرون عطله، فراح يكون يساعدنا كثيرا في انه اتاكد. بس هو هسه العذراء ودا اشك انه يعني هو صح. عندي قلتي العذراء والواحد أربعة، اكو توافق بيناتهم؟ نعم اكو توافق بيناتهم، نعم يا بنتي العزيزه اكو توافق، وان شاء الله ربنا يقدم لك الخير. هاي بالعذراء. هسه باكر اطلع الاجنده اللي مطلعه بيها الابراج الاكيده واتاكد العذراء، وان شاء الله. بس كتوافق اكو توافق، يعني من شيء يزيد من 60% يعني اكو توافق، نسبة مقبولة وتوافق إيجابي، لأن ماكو شخص ما عنده حالة سلبية، يعني absolutely ماكو شخص ما عنده فتشي بحياته، ممكن العصبي مثلا الكذا الكذا الكذا، يعني الكامل هو سبحان الله عز وجل. أكو نسب، أكو نسب من تفوق 60% لا تعتبر يعني مقبولة، تعتبر مقبولة. فعلاقتكم مع بعض بنتي مقبولة، وهسه مولود 1/4 عنده نجاحات ان شاء الله تبدي من هالفتره، وعنده شهر الثاني ايضا ايجابي بحياته، فهاي الاشياء كلها راح تلعب دور في تطوير وضعه بصوره عامه. عندي فاطمه تقول اني 26/8 اسال عن الزواج وارقام الحظ. حبيبتي أرقام الحظ هي عندك رقم 8، رقم 8 وكذلك رقم 4، لأن عندك رقم 8 مكرر. حياتك تعني أنه فيها تأخير، أنت دا تطلبين هسه حاليا الارتباط. مواليد برج العذراء، لا يوجد ما يعيق دخول المشتري إلى برج الجدي اللي هو بيت العلاقات العاطفية والأفراح. فيتحدث عن مولود برج العذراء راح تكون سنة مفتوحة كاملة لاستقبال المرتبطين، وغالبية المرتبطين من مواليد برج العذراء، يعني اللي يكونون هسه بهذه الفترة هم يا إما من الجدي يا إما من الدلو يا إما من القوس يا إما من الثور والعقرب، هذول الأبراج. فقد يكون الخاطب واحد من هذول. مدة سنة كاملة مفتوحة، ليش؟ لأنه المشتري موجود لمدة سنة إن شاء الله في مجموعة الجدي، فهذه راح ينطيك إيجابية في هذه الفترة. لكن أنتي ما راح ترتبطين إلا بعد محبة، يعني يكون أكو فد علاقة تربطك بالطرف الآخر، وراح تكون هذه الفترة وشهر الثاني إن شاء الله إيجابية. عندي إذا تنتظرني فيان، أنت تقول ما عندي كهرباء فشون راح تسمعني الحقيقة، فأجاوبك إن شاء الله السبت. عندي شيء ما تقول اني 2/2 و3/4 ما يصير بيناتنا انجاب. بنتي العزيزة مولود برج الدلو الثانية منها، الخاصة بمن الثانية من مواليد برج الدلو، الاولى كوكب يعني يحكمهم، مجموعة منو؟ أول شيء زهرة، ثاني شيء عطارد، ثالث شيء القمر. زهرة عطارد قمر، أنت الثانية حكمها عطارد. في الفترة التي يتراجع فيها كوكب عطارد وهو عنده 3 تراجعات يصير بيها تأخير، أنت المفروض السنة المقبلة أنسق لك شو وقت يكون عطارد
بموقع إيجابي هذه الفترة تكون ملائمة، لأنه ماكو مانع بهالمسائل. الثلاثة أربعة المجموعة الثانية اللي هي المشتري، يعني من مواليد برج الحمل، عطارد والمشتري ما عندهم مشكلة بالإنجاب، لكن أنت عندك فت حالة نفسية هي اللي مأثرة. هذه الحالة النفسية مثل ما ذكرت وأبقى أذكر لأنها حقيقة علمية، أني من أبدي أقلق ويتأخر الإنجاب وأبدي أقلق وماكو نتيجة، راح يبدي تتبلور في ذهني يعني فد أفكار. هذه الأفكار إحنا ما نعرف أنه دا ترسل إعازات لخلايا الجسم، فأنتي هذه الحالة النفسية هي المؤثرة. هذه الفترة راح نتابع الجدول مال كب عطارد بسنة 2020، اكو مواقع جد ايجابية مثل هسه كوكب عطارد ببرج القوس مشجع جدا المواليد برج الحمل والدلو، هذه جدا مناسبة. عطارد وين؟ لا متراجع وموجود بموقع مفيد للطرفين، استغلوا هذه الفرصة. وكذلك عندنا راح ينتقل إلى برج الدلو، وراح تكون الزهرة في برج الدلو. بنتي شيماء توكلي على الله وشيلي هالأفكار من راسك، والفترة الحالية جد مناسبة، راح تتصلي بي وتخابريني إذا يعني الله انطانا عمر وتقولي لي كلامك كان صحيح. أنا أشكركم جدا. ها بعد عجبا يعني اليوم طيب طيب أنا بالنسبة إلي ما يهمني، أنا يعجبني أسولف ويا الجماعة، بس أنا عبالي دا تختم. على العموم 12-12 هاليوم تاريخ حلو، اليوم تاريخ حلو، وجمع عدد السنة أيضا تاريخه حلو، ينطينا رقم 3. الأرقام اللي هم 12 و3 وكذلك 7 يعني تنطينا فد أمور إيجابية، فهالتاريخ ردت أنه أنطي عليه فد معلومة. رقم التكويني لهذا اليوم راح يكون رقم 9، والأرقام 3 و6، يعني 3 6 9 مضاعفات الرقم 3. هذا شيء ينطي لمولود هذا اليوم، ينطي الحظوظ وينطي الجمالية وينطي اللمسة الفنية. تلعب الزهرة والمشتري دور كبير في حياته، هذا الشخص عاطفي جدا، طاقته إيجابية جدا، مهما مر بظروف صعبة يظل واقف على أساس متين، لا يخشى شيئا، متفائل دائما، يخلق التفاؤل في أجواء المحيطة. أرقامه تنطي حظوظ كثيرة، ينجو من حوادث، ينجو من أمور كثيرة. فهاليوم الأم الله يحفظهم اللي الله كتب أنه يولدون هاليوم، هذولا راح يكونون محظوظين وجميلين الطلة جدا، ومن مواليد برج القوس ينطيهم فد ميزات تجعل منهم صفات ونماذج ناجحة في المجتمع. فهذا واجب يبقى الأسرة اللي هذا المولود الجديد اللي صار أمانة بين إيديكم من الله سبحانه عز وجل، لازم تهذبوا التهذيب الإيجابي لأجل أن يكون ناجح في المجتمع، لأن مواصفاته دا تقول فد شي كلش لطيف وكيوت ونافع لعائلته وللمجتمع. بعد بقالي وقت. أوكي. هذا فيما يخص مواليد برج هذا اليوم أو أرقام حظ هذا اليوم. طيب أرجع بالحديث إلى مجاميع يعني القمر. قلنا انه القمر راح يكون في برج السرطان يوم بكره، فقلنا اكو ابراج مستفيده وابراج غير مستفيده. الابراج اللي ما ذكرناها من هم؟ عندنا اللي ذكرناهم اللي هم الابراج المستفيده هي مجاميع الجوزاء،
وكذلك مجاميع الثور ومجاميع العذراء وكذلك مجاميع القوس والدلو، هذولا مستفيدين بالدرجة الثانية. عندنا كذلك نعيد عليكم الأبراج اللي ممكن أنه تتوخى الحذر هذه الفترة، هي مجاميع السرطان والميزان والحمل والجدي. أنا جد أشكركم وأشكر متابعتكم أحبائي، وأتمنى لكم الخير والسلامة. جمعة مباركة يا رب تجمع اللمة والمحبة والخير والسلام، ونأكد على ذلك، وإن شاء الله بركات الإله تشمل كل البيوت وكل الناس. وأترك الأجواء إلى زملائي عمر وسجى. شكرا لك يا سجلاني، يعطيك الصحة والعافية، يوم موفق لك وكل المتابعين، وجمعة مباركة. شكرا جزيلا. شكرا شكرا شكرا.